موضوع حلقتنا دكتور صندرين عطلة اختصاصية بالصحة الجنسية، فيك تفسرينا شو عن هالاختصاص؟ هو اختصاص طبي كرمال يعالج كل المشاكل الجنسية العضوية والنفسية، يعني عند الرجل مشاكل الانتصاب، مشاكل الأزف، مشاكل الوجع ومشاكل الرغبة، وعند المرأة كمان مشاكل الرغبة، مشاكل الوجع يعني تشنج عضلات المهبل، وجع أثناء العلاقة، مشاكل النشوة، الوصول للنشوة، ومشاكل الإثارة. مين اللي بيجي لعندك أكثر، الرجال أو النساء؟ رجال. رجال؟ نعم. ومين بتحس عنده جهل أكثر بالموضوع الجنسي؟ مش لأنه الرجال مارسوا يعني عندهم ثقافة جنسية أحسن من النسوان، حسب الناس، اثنيناتهم عندهم نقص بالمعلومات لأنه الواحد ما بيخلق هو وبيعرف، فبده يتعلم، بده يتعلم من وراء حدا خبره أم كتاب قريه أم خبرته، فالتعلم هو شيء تدريجي وأكيد مش كل العالم عندهم كل المعلومات. بيحسوا بإحراج لما بيكونوا عندك وعم بيخبروك؟ طبعا اول خطوه محرجه وصعبه وانا بفهمهم، الواحد بيكون شوي ملبك، مش مرتاح، مش عارف اي كلمات لازم يستعمل، وبس تعطي الشخص الكلمات اللي لازم، الكلمات الطبيه اللي ما عندها محتوى مثير، بيرتاحوا بيفهموا انه هن عن طبيب وهذا مجال صحي وهذا صحتهم. دكتور غلميه، امتى لازم البنت اذا فيني اقول تلجأ لطبيب نسائي؟ نحن بالنسبة لنا نحن منا بس أطباء نساء، نحن مثل primary care physicians، يعني بنهتم بالصحة العامة، فحتى البنات اللي قبل ما يتزوجوا بعمر ال 15-16 ممكن يجوا عند الطبيب بس ياخذوا هالمعلومات اللي عم تحكي عنها صندرين. نحن يمكن شقفة صغيرة من شغلتنا هي الحياة الجنسية، بالحقيقة ما يعني حكم النساء ما كثير متمرنين بالصحة الجنسية، بس يعني بيستشيروكم؟ لا طبعا بيستشيرونا كثير، يمكن في امراض واوجاع نقدر نعالجها، بس لما تصير المشكلة نفسية وبدها علاج مطول بفتكر صار في اخصائية لهالمشكلة، لانه العلاج بياخذ وقت، وما بفتكر كثار منا عندهم هالاختصاص. بس لارجع لسؤالك، ايه على العمر 16-17 ممكن يجوا، في لقاحات نقدر نعطيهم اياهم، بنحكي عن الوقايه، بنحكي عن الكونترسبشن، بنحكي عن الحمل المبكر، يعني في كثير شيء نقدر نحكي عنهم، وممكن يكون كمان عندهم يمكن مشكله نسائيه نقدر نعالجها. بس بتشوف يعني بنات عمرهم 15-16 سنه عم بيروحوا عند طبيب نسائي؟ بنشوف كثير، لان عندهم مشاكل بالميعاد وتخربط بالميعاد، خاصه ببلادنا بنشوف كثير بنات عندهم هالمشكله. ايه طبعا بنشوفهم، فهيدي يمكن فرصه انه نتعرف هي علينا، هي وإما طبعا نتعرف عليهم هلا، وبعدين يمكن بالمستقبل بعد الزواج يمكن منخلف اولادهم منكمل معهم، يعني بتصير مثل رفقه عمر، يعني يمكن مش بس بنشوفهم مره هالنساء. بتحسوا هالبنات اللي عم بيجوا لعندك واعيين، بيعرفوا بالامور الجنسيه؟ واعيين اكثر من ما بنتخيل. وهن اللي بيخبروك او بتحس الام هي اللي عم تخبرك كل شيء؟ لا هن بيحكوا، يعني بتحسيهم منفتحين، هلا اكيد حسب الديانه وحسب كل هالاشياء، بس لا بتحسيهم بيعرفوا بيقروا، بس في عندهم معلومات خاطئه كثير، وفي ناس كمان بتستغرب تفكرين انه تلاميذ جامعه تفكرين بيعرفوا عن الموضوع، بتحكي عنه هيك بسرعه بعدين تنتبه انه لا ما بيعرفوا عنه كثير، فبترجع نرجع بنحكي عنه، ففي حسب الموضوع يعني. بس بفتكر انا تفاجات انه في كثير بيعرفوا اكثر من ما كنت متخيل. وبيطالبوا بحقهم؟ بيطالبوا بحقهم طبعا طبعا. لما نشوف كثير بنات يعني بيكونوا ناشطين جنسيا بس ما بيلجأوا للطبيب نسائي، هون المشكله بفتكر، بخافوا انه الطبيب يحكي يخبر اهلهم، بخافوا حدا يشوفهم. هيدي كمان المشكله كمان اللي عندنا اياها بهالبلاد، بس عم تتحسن، يعني بفتكر صار في شويه انفتاح اكثر، حتى النساء الكبار بالعمر يعني المتزوجين عندهم مشاكل جنسيه بيستحوا يحكوا فيها، يعني اذا ما بنسالهم السؤال بطريقه اوبن ليقدروا هن يبلشوا يحكوا يمكن ما يحكوا فيها بحياتهم. وبيخبروكم كل شيء وبتحسوا مرات عم بيخبوا معلومات؟ دائما بيخبوا بالاول، كثير صعب الواحد يحكي عن حياه الحميمه، يعني صعبه لحيلا شخص مين ما يكون انه يحكي عن امور كثير حميمه، لانه بتفرجي شخصيته بكاملها، بتفرجي صعوباته. تفوت عند حدا يعني على الكلينيك صار لك دقيقتين بتعرفي تخبريه عن حياته، ما بيخبروا كل شيء، سو يمكن مش من اول زياره، يمكن تاخذ وقت. يعني نحن مرات الطبيب بحس انه في مشكلة عند هالنساء، في منهم بيجوا انه عندهم اوجاع، بس هن بالحقيقة مشكلتهم يمكن جنسية، يمكن ما بيقولوا لك من اول مرة، بس يعني زيارة ورا زيارة بصير في شوية تقارب، يمكن يحكوا اكثر.